السلام عليكم. وعليكم السلام أخي. سمعتي بالجريمة البشعة اللي وقعت بالشرطة ديال المرور هنا في الطلبية؟ أنت أو أنتما كمواطن كيفاش حسيت؟ واش غادي نقول لك؟ في الحقيقة الشرطة في خدمة المواطنين، السلطة في خدمة المواطنين، رغم أنك تكون بعض التجاوزات ديال بعض رجال السلطة لحفظ الأمن، إلا أنه بالنسبة لي أنايا فهذا المجزر وقتل شرطي فهو بالنسبة لي أنا كمواطن وماشي كمغربي بوحدي، أنا فكاع المغاربة ماشي تعاطفوا، وإنما بقى فيهم هاد البوليسي اللي كيخدم خدمته بنزاهة وتقتل، ولحد الآن ما عرفناش الأسباب والمسببات ديال هاد القتل ديال هاد الشرطي هذا. عيب وعار، عيب وعار، أنه وما عرفتش واش حسابات واش ما عرفتش، والله ما عرفتش شنو هاد السبب إلى أين باش الشرطي أنه يتقتل في بلادنا ويقتلوه. هادي انعدام لا الاحترام، انعدام الوعي، الى اين هذا الاجرام هذا، الى اين هذه الحسابات هذه، ما عرفناش واش الشعوذه والسحر، واش ما عرفتش واش مؤامره، واش تخطيط لشي حاجه اللي ما كتفهمش، انه الشرطي باش توصل الوقاحه لهذوك الناس ولا المراه ولا الراجل اللي غادي يشد شرطي وغيقتلو وغادي يخشي حاجه في شي قاروره ولا في اي حاجه، ما نتقبلوهاش حنا كمغاربه، ما نتقبلوش راجل السلطه انه ماشي يوهان وانما يقتل بديك الطريقه البشعه. كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، الى اين الموت وحده اللي كاينه، حنا كاملين غنموتوا، علاش؟ على الطمع، على اشواق ما غير مفهومه، موت غير مفهوم، غير مفهوم وغير معقول وغير منطقي، وما يتقبلوش العقل وما يتقبلوش الشارع المغربي والمواطن المغربي والعقليه ديال المغربي، احنا ما تقبلناهاش. ما يمكنش اننا نستوعبوا ان لهذه الدرجه الشرطي كيتقتل وكيتلاح في المزباله، لا يعقل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخي انت كمواطن مغربي سمعتي بالجريمه الشنعاء اللي وقعت الرجل الامن اللي تابع فرقه السير والجوالات، فاش اول مره سمعت الخبر كيفاش حسيت كمواطن مغربي؟ كنتمنى الامن ياخذ المجرى والمسير القانوني ديال هذه الجريمه هذه اللي وقعت، وكنتمنى ان الامن وخصوصا الحموشي يتدخل وياخذ يعني سيريوزمون هذه القضيه هذه، لان رجل الامن الى مات غدا ولا بعد غدا غادي نسمعوا حوايج اخرى في الامن ديالنا، وغادي تزعزع علينا الامن ديالنا كمواطنين عاديين، لان المغرب معروف بالامن والاستقرار والمحبه، وحنا ديما بلادنا هي الاولى كنبغيوها، وكنبغيو ان بلادنا تبقى في الامن والاستقرار كباقي الدول اللي كيعيشوا غير الاستقلال الاستقرار. كيفاش كتشوف هذا الوضع؟ كيفاش كتصور المخيله ديالك هاد الناس اللي قاموا بهذا الجرم هذا او بهذه الجريمه هذه، كيفاش كتصورهم في المخيله؟ كيفاش الشكل ديالهم؟ كيفاش هما؟ كيفاش دايرين؟ لان ما يمكنش ان انسان يقوم بهذه الجريمه هذه. اول حاجه هاد الناس هادو اذا جينا للواقع، هاد الناس هادو الا ما كانوش على الوعي راه غادي يديروا اكثر من هاد الجرائم. يعني حنا كنتمنوا ان هاد الناس هادو ما يبقاوش، لاننا حنا كنخافوا كخوتنا مواتنا، يعني كلشي ما غاديش يبقى عندنا الاستقرار. علاش؟ لحقاش كاينين الهلاويس وكاينين هاد الاقراص وكاينين هادو، هما اللي كيخليو الانسان والبطاله تاع هي اللي كيخليو هاد الانسان اللي كيبقى يفكر في هاد الحوايج المسائل الخبيثه. وكنتمنى الناس والامن ياخذ
المجرى ديال هذا القانون اللي غادي يحبس هاد الالهاس اللي كيتصيفطوا من الجزائر، لان الاقراص كيجيو من الجزائر وهذاك الشيء كيجي من الجزائر وكيضروا ولادنا وكنضروا حنا شباب. كنتمنى ان هذا الشيء ما يبقاش تلاعبات، وتكون المجرى القانون في اي حاجه بدون ان نقولوا القانون بان الانسان في القتل او حاجه، لان المسائل اللي كيجيو في القتل او الجرائم كيجيبوهم داك الشيء اللي كيدوخ الدماغ كما كنقولوا، وكنتمنى ان هذا الشيء اللي كيدوخ الدماغ ما يبقاش اللي كيدخل عبر الجزائر. وباش اش غادي نقول لك، انا كنت واحد العصابه كنطالب، ماشي غنقول لك الاعدام، ولكن خصنا نعرفوا الاسباب والمسببات ديال هذا المشكل هذا. كيفاش تقتل واحد السيد مجوج بولادو، السيد على حسب ما يروج انه كيقدم خدمه نزيهه وطنيه لهذه البلاد هذه، واحد راجل ديال السيركولاسيون ما عنده مشاكل، ما أدى حتى شي واحد، ما عمه وما دار شي مشكل شي واحد. كنطالبوا باش يتخذ تحقيق المجرى الطبيعي ونعرفوا الحقيقة ديال هذا الشيء، واللهم إن هذا منكر. وأنا كمغربي أنني ضد هذا الشيء اللي وقع لهذا الشرطي هذا، الشرطة في خدمة المواطن المغربي، ولكن باش وصلت لهذا الحد لهذا الإجرام هذا هذه الحسابات هذه بقى فيا بزاف. حنا كنضامنوا، وكما كتعرفوا المغاربه دائما كيتضامنوا سواء مع الشرطه وسواء مع اي مغربي كيتظلم كيتقتل كيتشفر، لانه هذا الشيء ما كنبغيوش لبلادنا، ما كنبغيوش هذا الشيء نشوفوه. ولكن قدر الله ما شاء مات هذا السيد، ان شاء الله نعرفوا الاسباب، وان شاء الله القضاء ياخذ الحق ديالو ونعرفوا فين غادي توصل القضيه. والله يرحم المرحوم كما غادي نقولوا، والله يصبر داويه، وحنا غير راضين على هذا الشيء اللي واقع واللي وقع لهذا الشرطي هذا، واللي غيوقع لاي واحد سواء كان في السلطه او سواء كان مواطن عادي. شنو ما يديروا لهذا الشيء؟ لهذا البوليسي حشومه عليهم، عنده بيا حشومه، ما خصوش يديروا كيوكا وحشومه وعار، ما خصش يندير انسان يدير بحال هكايا ما زعما ما صابو ما يديروا فيها حشومه عليهم. سمعتي هذا الخبر اول مره في حياتي؟ بقى فيا. كيفاش حسيتي؟ والله تبقى فيا بالله، بقى فيا زعما وحشومه وعار، ما خصوش يديروا بحال هكا، والانسان ما تبقاش فيه ثقه كي هكا، وهذه هي الدنيا، الانسان ما خصوش يدير بحال هكا، حشومه وعار. اش كتقولي للناس اللي قاولوا؟ الله يهديهم، هذا الشيء اللي كاين، اش غنقولوا لهم؟ الله يهديهم، عندنا ما نديروا، الله ياخذ فيهم الحق والله يهديهم. ويضربوا بيد من الحديد على اي واحد يتجرأ يدير بحال هذا الموت الفزيئه ديال هذا السيد هذا. اشنو ذنبه باش يوقع عليه هذا الشيء؟ مسكين كيدير كيخدم على خدمته، كيدير شي حاجه اخرى. المهم خاص السلطات تكتب الجهود ديالها باش ينقصوا من بحال الظاهره هذه، حيت الناس بزاف عندنا طغاو، كاين واحد الطرف فالشعب طاغي. اعتقاد هاد العصابة أو هاد الشخص هذا أو هاد السيدة هذي، اش كطالبوا القضاء المغربي؟ الحكم بيد من الحديد، أقصى عقوبة هو الإعدام من عندي أنا، حيت هاد الشيء إذا ما درناش ليه الحل غينوض واحد آخر غيدير نفس الطريقة، وهاد الشيء حنا ما خصنيش يكون عندنا في بلادنا. عندنا الامان، عندنا الامن، عندنا كل شيء الحمد لله، ولكن الا خلينا هذا الشيء هذا الفيروس يضيع راه غادي نوصلوا لشي حاجه الله يحمد عقباها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.